تعليق على ما سمعتوه إلى حد الآن. جست أنا ما يعنينيش مين البكوش في صدره، ما يعنينيش الاجتماعات، ما يعنينيش الضربة اللي ما تقويك ما تضعفكش تقوي. أنا يعنيني كيفاش نوقفوا دومبيا وسينايوكو وكويتا وحيدارا، هذا اللي يعنيني، واليو ديانج هذا اللي يعنيني. ما يزيد، واسمعني، ما يزيد علي حد في علاقتي مثال أنا بجلال القادري، دربني ونحترمه والناس الكل تعرف علاقتي به. أما جست ميساج، لا تقوم تو في 2024 صاحبه يدافع على المدرب، ولا زميله يدافع على المدرب، ولا بنت عم خالته تدافع على المدرب. هذا الكل راهو في 2024 الناس ولات شيء مقرف. مدرب ناخب وطني عادي جدا مش ينقدوه الناس بكل احترام، يقبل النقد كما اي مدرب، وهذه خدمه المدرب. اي تنتقدوا الناس كمدرب مش المساعد نتاعو. لا سامحني كما هو تو خليني نحكي لك خاطر راهو اللي صاير. زاد انا واحد من الناس ما نجمش نعديه، وفما سامحني في الكلمه زاد حتى بعض الزملاء اللي في الظهر ينقدوه نقد لاذع، ومن بعد قدام الكاميرا ما ينقدوهوش ويوليو معناتها يطبطبوا ويبنوا. على الاقل الواحد يكون معناتها كاتيجوريك ويكون عنده وجه واحد حتى قدام الكاميرا وقدام الميكرو. تحب تنقد انقد، اما مش قدام الكاميرا ما تنقدش، ورا الكاميرا تنقد. هذا خطر اللي قلقني انا، وكما حتى انت قلت صحيح سي با نورمال باش هو يهزها وحده. اوكي معاك، كلهم يتحملوا مسؤوليه، انا مش معاك ابعد منك. ستاف الى رجيل كله يتحمل مسؤوليه. اوكي وعربي حكى لك على، ومنتصر حكى لك على توسكي فيزيك، يتحملوا مسؤوليتهم بالطبيعه. والناس اللي ما تفرجت على ناميبيا وخدمه لي رابور وحضره الرابور اللي قال عليها حمادي داو امس تحمل مسؤوليتها، كلهم يتحملوا مسؤوليتهم. اما كمام زاد ما يزيد حتى واحد على معناتها العلاقه مع جلال القادري. نقدروه ونحترموه كشخص، اما اليوم كسيليكسيونور وقت اللي لازم تقدره وتنقد. حاجه مهمه برشا، راه لو كان يعني الاخبار المتداوله كما توا جو العام بين المساعدين والمدرب يعني سافا با والكره ما يتعداش، راهو هذا كله يفسر معناها اللي صار البارح في المباراه، تدل انه حطوا الملاعبيه وصلها التاش هذايا. راهو الملاعبيه كي يشوفوا معناها ستاف تكنيك ماهوش معناها في جو باهي، وفما خلافات، وثم يعني استفراد بالراي واستفراد بالقرارات، راهو حتى الملاعبيه تولي تلعب على زي راسها في المباراه، وهذا حاجه راهو كراف برشا. سيم بن عاشور هو يقول لك انا حبيت نعمل تغيير وترى شنو، انت مثلا هو حب يلعب اكس مثلا إيغريك اللي حاب يلعبوا في بلاصه مش باش يسمع، مش بصير مشاكل في الجروب. يقول لي حتى كي تحب خالد، حتى كي تحب مدام لونترينور اون شيف قرر، الناس الكل تهزها ديسيزيون.